السؤال الثاني. طيب تفضل. الو. نعم. السؤال الثاني تحمل فيه فلوس عند الرجال عندي. طيب. والرجال متوفي الله يرحمه، ما ادري وين راح، ضاع. طيب. عنده فلوس؟ نعم. عنده الفلوس التي عندك، الفلوس التي عندك لهذا الرجل تحتفظ بها، تحفظها حتى يأتي هو ويأخذها، وإذا تيقنت أنه متوفى تدفعها لورثته. نعم.